ملك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرع السلم في الدراهم والدنانير. دين هم دينار أداجي سلم أغنينا فروع سيدة ما ويدر خندو ما ويدر خندو فروع يجوز السلم في الدراهم والدنانير على الأرض. فروع فرعنا أما ولا فروع أننا أما فرعنا سيدا بيعطي عن الشيانو دبا فروعنا بجنا السلم في فرعن بيجي فرعن بيجي مسألة تانية فروعن بيجي كان مسألة هي مسألة تانية السلم في الدراهم والدنانير درهم ودينار هذا السلم قاهيتنا يجوز السلم في الدراهم والدنانير على الأصح ليس الأصح الدرهم ودينار هذا السلم كذبه بشرط كون رئيس المال خيرهما أما يرى أنا سرمايا جيبه يرى ندرهم ودينار بين ولا يجوز إسلام الدراهم في الدنانير ولا عكسه سلما مؤجلا أو حالا ده تسليم كرنا درهم هذا دينار بدي ياد أبا دينار درهم بدي نبح نب نب دينو نا حاضر نابع. أنا شو يعني مثلا دشونا درهم هذا تو دينار بدي يا دشونا دينار هذا تو درهم بدي يعني مثلا و و سلام أقول سر درهم أكريه تو رابي دينار تجيب ده بدي يا ولا سر دينار أكريه تو رابي تجيب ده درهم بدي نابع. شو بدين به يعني برنجي زياد به سلام دراهم و دينار دا يعني دفرا دا جدبا سر قول عصا بشرط يكون رأس المال رأس المال تجايا رأس المال أو أو تشيكو المسلم دا أو رأس المال يعني كان نفرو فرو نفرو بدبا رأس المال تشكيد نكابة بدبا أما رأس المال برا وتسأل عبد الله سلم يعني كت برا بدي وتكسر برا برا بيني أديان كنا يعني أنا زراء ظلم بدين وفرق لي بس إني دبا نعم إيه وصل فين لا عبد الله سلم عائلية عبد الله سلم زراء النايك إيه دينار ودينار شنا دي بد رأس المال نعم مش رأس المال مسلم فيه تمام أجر مسلم فيه ند دينار وند درهم بن رأس المال ند درهم دينار بن تكاري عبد السلام الدرهم دينار ليش إيه بني أبا تمام مش تفهم كيف ها الدرهم ودينار ما الدينار زيرا درهم زيبن نوصى دزير وزيبادا و رئيس المال جي پري تركيه يا پري امريكاه ترابي بانا بعقد السلام بالصيني ايه او شاقت قبب عقد السلام ايه تي فرق لي بالصيني دبا لو سمع بيجي ليه دبا اتشا دبا كي سلام الدرهم والدينار ضطباء بشرط يكون رأس المال ندرهم ودينار يعني سلام دبلا ضطباء دينتها بشرط يكون مسلم وفيته يعني يكون شيء رأس المال رأس المال أو مال يكون مسلم تسليم لك أو نبهر من دبا نبهر من هنا ندينار ودينار من نعم دينام دينام ها؟ أما سر سر دينام دينام مثلا دينام بناء أوجد كبق بني قسمة دينام ودينهما أدري تمام وقيل يصح في الحال ولا يجوز منه ولا يجوز إسلام الدراهم في الدنانير ولا عكسه تسليم كرنا درهمات دينارا دا وتسليم كرنا دينارا درهم يعني جبر دينارا درهم بدي جبر درهم بدي نارا بدي نلمس نلمس
سلما مؤجلا او حال سلما مؤجل به كحال به çünkü perab peraya akla selam tehlikeliye perab pera ancak peşin bedir ve din tedahere mesela o ki tedahiye no no ve kile yesuhu kile gotiye dürüste fil hali de selama ku hal be bi şartı kabdihima fil meclisi yani her diyaji mesela müslemu fi o resulmak her diyaji kabdiki de ne be ويجوز السلام في الدقيق على الصحيح ده أربان داجي سلام تشربة بله ولا يشترط ذكر الجودة والرضاءة فيما يسلم فيه جودة في والرضاءة جودة هنا جودة يا جودة جودة جيدة تمام تمام يعني كتبيجي مالي من مالك قليتلية يا مالك قليتسزة يعني أروان التزكى ويا أروان كم خرابية شرطك يوات تتنى أب أب خنا ده بر أروانا أب يا خنا ده بر أروان أب يا خدا سر بر مطلق سيدا ويجوز السلام في الدقيق على الصعي ولا يشترط ذكر الجودة والرضاءة والرضاءة فيما يسلم فيه في الأصح نكو دقيق تاني تمام جي تبي مالي من قليتالية قليتا سزاكات وي شرطي جي قول ببيجي نشرطة أما ويحمل مطلقه عنهما على الجيد إيجابك أما لا ويجوز صدقك ويجوز السلام في الدقيق على الصحيح أو يا نمتنا نمتنا او نمت نازلا يا غرا اوكا يعني ولا فروع هيك عبارة فروع دبيلا ما تنشي اي قضية او فروع قضية قضية عندي او او شو او فرعين لسر درهم ودينار قضية ايش انا بيا متنا ولا يشترط ذكر الجودة ورضاءة ابيا كتمتنا فيما يسلم فيه في الاصح طبعا ابيا ابيا جنال قونيا تمام ويحمل مطلقه اجا مطلق بيجا نبعص جودته ونورضاءة ابنك او تي حمل كرن عنهما يعني مطلق عنهما مطلق الجودة ورضاءة به او تي حمل كرن جي على الجيد شما العرفي عرف دخوزة كن مطلق ولا ذكر كرن ابي فرد كامل جيتي قصك تادي كامل جيت نيه اكمنا نعم بالي والثاني قارشي على الصحيح قلت يشترط الذكر أحدي ما قال يا جودة يا رضاءة ذكر بك شما لأن القيمة والأغراض تختلف بهما يعني كل مالك قلي تريبة وقلي تسبة في يدك تقهرة في يدك اشتبه فيفضي تركهما تختلف مختلف بهما بجودة ورضاءة بلى بلى فيفضي إذا أبيا سرايتك تركهما ترك هر ديش إلى النزاعية ويبهب كمان شنكي في يد في يدك اشتبه تدا وها زاد من دفع بالحمل المذكوري اما جو حملا لسر مطلق لتشسر جيده او ابي بويت دفع كده و هو يحمل المطلق على الجيد ادي ابي حاط دفع ماله وينزل الجيد به او بالشرط على اقل درجات اجابت بيجي مثلا عقدته بيجي رديئه الشرط بك بيبي تشتي أردم رديئة أو وينزل الجيد وينزل الجيد به أو بالشرط وينزل الجيد يعني جيد جيتي خوري به ببي أوكي ببي ببي رديئة نوصى شمدي أوي بوكي ولا يشترط ذكر الجودة والرضاءة نشرطة فشتي قلنا شرطة مطلق جبجة يترلية حملة سر جيدة ايه إجاد بي وينزل الجيد به بمطلق تيخولي بيوتي أو بشرط يا بشرط جيدية تيخدري الجيد جيتي نح حمل كرني على أقل درجات سر أنا بكي درجات جيد تمام يعني أو جيد جي درجة بيهنا إجاد أن هندكي أقل درجات الجيد وإن شرط رضاءة العيني أجر كأمبيجن أو ولا شرط كرن ببيجا يعني أو مالي هاني الرديئة
لم يسع العقل جرى جرى رديئبة ولا شرط كده بيجي جرى رديئبة وإن شرط رضاء لم يسع العقل شما لعدم انضباطي أبي الرديء يعني ده بكو فر 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 قنبة أو رديء يعني ضبط رديء حتى كما حالك يوسع كني ده بنا يخارني يعني يعني جبل بيا ولا ضبط رديء خاصي كل بشرط يجرى رديء بنا نانا بعيني وي عيني وي نجنسي وي عيني بخور رديء بنا وإن شرط رضاة العين عين المسلم فيك وبجا كلا رديبة ناظر إن لم يصل العقل لعدم انضباطي أو رضاة النوعي إجا تشاشيتي وي يعني تشاشيتي دو شكبة الصحة لانضباطي أو منضبطة بل وهي المراد يعني كبيرة صح تقول كبيرة تمام نبي كلا خرمي بكشتة بلا ولا معخلية كن ماله براني جنمي قدي جنمي مثلا شرط دشك ماله يعني ايه ضعيف يا مثلا بي هويد اما انا منضبط انتباه وهي المراد بالرضاءة على الوجه الثاني امرت بالرضاءة على الوجه الثاني ابا يعني وجه الثاني كنت ما تقول تبان نفسه وإن شرط رضاة العين لم يسل عدم انضباطه أو رضاة النوعي شرط رضاة العين ناظم رضاة النوعي صح لانضباطه وهي رضاة العين النوع المراد بالرضاة مراد رضاة رضاة النوع نوع رصد عين نوع عين كما يؤخذ من الروضة شواج روضة وسطة فعم كده وإن شرط الأجودو إجا قلب جيد إنه قال أجود به لم يسع العقل إجا ما شرط به كرني يعني لم يسع العقل عقد نصع يعني شنكي أجود تجي شاشيتي بهنا أو نم منضبطة جبروي نصعها شما اللي أقصاو لأن أقصاو غير معلوم شنكي صوني أوي نبلية كا أوي تشقا قليتالي بقليتالي هير قليتالي أني جور نبلية وإن شرط الأرضاؤو أرضاء جبيل الصحة العقل عقل صحيحة أن إفيس ويقبل ما يؤتى به منه عندي تشجر بنا مجبولة قبولك قلت تشجر قلت تشجر قلت تشقى بيس بس قبولك بلى ويشترط معرفة العاقلين الصفات الصفات للمسلم فيه المذكورة في العقل شرط ناسكرنا مشتري وباي صفات مسلم فيه أوي مالك والسلام تذكرن صفات مسلم فيه نبي مسلم فيه مسلم فيه أو مالك والسلام تذكرن صفات وي جرى ناز بكن ها المذكورة في العقد وان صفاتك والعقد ده هات الذكر كرن يعني أم بيجن مثلا كا يعني ميوش كيان قسميات شوايات صيفان شتا ماله فإن جهلا ها اگر وان صفتا مشتری و باید تب جاهل من او احدهما یا یک جوان او لم يسع العقل عقدا صحيح وكذا غيرهما غير مشتری و باید تب جاهل من دي سنابه اي معرفته اي يعني وكذا مع يعني ان جهلا ويشترط معرفة العاقدين تمام وكذا وكي معرفة عقيدين غير عقيدين اجقل في الزام ومعرفة الزام بنا في الأساق قولي الصلاة شما ليرجع إليه عند تنازعهما وهو عدلاني يعني جبونا قبالة ليرجع إليه عند تنازعهما ها وقت جبويكو أبان مجتني باي أو وقت بهب كبن مرجعاتي بالوان وابكن أوجي دحب الشاهد عادل من قلن مالي وهو غير باي مشتركينا عدلاني ده المشتري عادل قال اوج صفته مسلم مشتري عادلنا ده شاهد عادل ده شاهد عادل اوج بي مسلم فيه صفته قال ناز بكن ما عادل كي ما ابو جمر ولا بل وقيل يعتبر عدل عدد الاستفاده قيل لك قوتيه شي قوتيه
متي قبول كرن عادت استفاده استفاده حد الندش بعد استفاده يعني مثلا مشروبك هكس بيزم استفاده وين ليش استفاده عدد بعدد استفاده عدد الاستفادة اللي عدد سايي جوزا هكس يعني زانب فهم بك يعني بيركيو مثلا دعوت يتي كرني تنش دعوت يتي لاي دعوت دعوت اكيركي مالي هاف جي جيت يوسا بيان اب نبا تحرط تن بد بينا ام لي استفاده نن يا رزولا بنم زعمت ما ابا دعوت توبه استفادة دي يعني معنى عدد بربوناوي يعني مثلا سيد هذا بولوك يريد معنى الشيء مقومة كي دعوته شوكلوك معنى دعوته الشيء ayrıntı, ayrıntı, detayı girmek, fazla, fazlalık açmak kesafet nizamını tamam بلي ومقابل الصحي ما قلت الصحي ده جرق غيري غيري مشتري بعيجي بالزامن إجا مقابلة صحيح لا يشترط معرفة خيرهما خير مشتري باين لا شرط ولا تكرار في المشتري هنا مع ما تقدم من يشترط معرفة الوصافي يعني دبر دا بعصا ولا تكرار في المشترط هنا دبر دا تكرار المشترط آني تكرار كن ومع ما تقدم بلج دار باسك من اشتراط معرفة الوصافي بلج قد بقرا وصفي وي بلي بين ودبر جار قادر قو نبرد تكرار تنه دبي تكرار تنه يعني او مالي كتب فروطان كو ام مسلم فيه ما بني در باس كلمة قو الشرط بي جرد شبه بلي بي ايبا نبرد تكرار قو آن دبي او صافي بي لان المرادة بمعرفته ما هناك الويدري ما قوت بو ناس كرناوي ان تعرف في نفسها دن نفسها خدا منضبط من ليضبط بيا كما تقدم اما دبرد ايجا او صافي بي يعني شخصيته ببلي بود ويدر دا يعني عيني ببلي تكر إجا دبرد أوصافي ببلي تكر وصا يا سيدا تدبي كي دبرد بقو ويشترط معرفة ويشترط معرفة العقيدين الصفات صفات المسلم فيه الدويدر دا يتكشي دا يترباس هو بو الشرط ناس كرنا أوصافي المسلم الوقت بدا جيبو اوصافي مسلم في شرطه عقيده النار بدا جيبو شرطه اجا بو تكرار يا بين التكرار شو معنى التكرار؟ لان المراد بمعرفتها هناك سري مساليتها ان تعرف في نفسها لينضبط بها تبخو ناس بكي تجيبو تبوي ضبط بكي تبي يك مال من هيك اوايا تفرشم اما اجا وقتك تعقيدا دراني كذا اجا جرب تشتي فاد بيجي كوش هاد اشترى يجي نيكارا يجي خلقي راجي تشكي بسا بليتي شي بابا مالي انيس فصل لا يسع ان يستبدل عن المسلم فيه خير جنسه ان يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه يعني مثلا مسلم فيه تا ان بيجن جنمه ترابي جد جيبي دابدي نوبه كشعيري عن القمح تو جنم دجي جد جي جنم دابدي وغير نوعه ونوع ويجي تنابه بهيري تقول يا روتو تجنا جنم روتو بدي كتمري البراني عن المعقلي تقول يا خرمي من ابي برانينه وترابي تجي بدا ايه معقلي بدي نابه انا جنس نوعي خرمانه ماني ولان الاول
اعتياد عن المسلم فيه. أبي أول عادتي اعتياد يعني بي عادتي المسلم فيه ده. نوصى وقد تقدم امتناع ولا يجوز ولا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسي وكيجان مجدد دقيش بكي نعضها تلك عيشونا جنودة جولي لأن الأول أول كي أهتئاك تبديل جنسي دقيش بكي أو اعتياض عن المسلم فيه اهتياط يوطيني قد دوسة مسلم فيه يعني جي مسلم فيه كنت جنمة تدوسة كرجاء هذه النقطة. وقد تقدم امتناعه بدليل بدليل ما ضرباس كيركي ما قوكي مسلم فيه شبكة عيني وي بديد نابا الدوسة ويدا تشكيد والثاني إجاك أم بين النوعي وي بقهيرة يشبه الاعتياد عنه أبي أجي بنزلي كمال دجي ويدا عيوتيه ذكا بنزلي يعني بنزلي بنزلي أو جنابة. وقيل يجوز في نوعه قلت هذا نوعي ويدا يعني لسال أبي براني خرمي براني تكريات شنو ويدا مع عقلي بديد ويجوز في نوعه. ولا يجيب قبوله أما نواجب قبول كرنا قبول كرنا مسلمي قبول كنا مسلمي أو كنا مسلم فيه نقطة كنا نوعي ودقش بها نواج يعني أو شكت بيننا شكنا جائزة أما قلاب البوري خليبة جي نواج بها تقبوش كما في اختلاف الصفة في اختلاف الصفة شو الصفة في بقهرة نواجب المراد في قوله مراد أو صفة يكون مراد هذا قول مصنف هذا القوتش ويجوز أرضاء من المشروط قطبو درسته ان ارضيج مشروطه ان ابي قواتي الشرط كرن ان ابي وي عادي مرف بدا دبا يعني شو اي دفعه داناوي داناوي كتا الشرط كريه و ان قليت السزوي ترابي بدي ابي اجي درسته دبيادا ديسا باي نأوكا نمجبورة قبول بك ويجيز أرضا من المشروط تمام المشروط دار كيمتر ديالي تبدي الدباء أما ولا يجب قبول ها ولا يجب قبول عيني بالسيارة تمام دباء تبدي تبدي أما أو قبول بك مجبور نينة بك لكن هكا ولا يجب قبوله ويجوز أجوده أما كنت إجا أنقل تليوي الجنس هذا جي ام جنس قليل تلي ترابي بدي او شوية من المشروطي جي تشتك واتيه الشرط كرن تو ام جوي قليل تلي ترت مال بدي اما ويجيب القبول في الاصح شما ده برده كارا مشتريه يا مجبورة قبول بكه نكارا غفر ده وده ببينه اما ده افيد ده زرارة ويهبو نمجبورة قبول بكرا. والثاني لقارشي الصحي لا يجيبو قوتيه كنتو اجوادش بدي نمجبورة شما لما في من المنتي تمنتي لتكي منتتا نمجبولة قبول بك. ويجب تسليم الحنطة ونحوها نقية من الزؤان والمدر والترابي واجبة تسليم كرنا جنم مثلا او بنزلي جنم جا نيس وسائلا امانا قرأ صافي بن باقش بن من الزؤان زؤان يعني كابك مابك او يتشيه زيوان هيا زيوان زيوان اول مدري مدرجي او كورك موركوية خيشك خيشك اول ترابي قرأ مانا تلتنا بخوليش تلتنا با اجا فإن كان فيها قليل من ذلك جوانا تشتكي هندك تذهب وقد اسلم كيلا سلموي لسر كيلي لسر بيباني هات بشكر جائزة او وزنان ايجاب كيلوه به لم يجوز چنكي بانا فرق دك بله. وما اسلم فيه كيلان لا يجوز قبضه وزنان امي كتا سلم اوي لسر بيوان بازار كريه ترابي بكشان دني بدي ندرسته وبالعكس عين زمان ما اسلم وزنان لا يجوز قبضه كيلان جي ندرسته بله. ويجب تسليم التمر جافا
والرطبي صحيحان. واجبة تسليم كرنا لبي تخكي شيز مراتي صحيحان تمام ازرم تمام جانا دنگی خوب کلم ولو قربالقه سيد بلیم ويجب تسليم التمر جافاً ازولان تخرما تخرمي حشك بالسلامة تسليم بكي دبا تخرما يعني تخرمي حشك حشك ولا تسليم ويجب تسليم التمر جافاً او قوي اشخو ما تقول السر ابي تر نابة ابي تر نمون ضبط بو ندوه ويجب تسليم التمر جافاً والرطبي صحيحاً إذا أبي الرطب جي أبي كن نرمن يعني أبي تزا أو جي جرى نبل شخون دي من جرى ساغلن من تسليم بكيا وقت تلي 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 تزا تو بدي جرى نبل شخون دي من وصا يا ظلام أبي ها ولو أحضره أي المسلم فيه المؤجلي أبت قبل محله مالي ويكو تسليم أو بديك بدينا قبل عقد السلامة ورابع بدك قبل محله قبل قبل محله بري وقت هاتناوي يعني مثلا ده سكزون بشده بين ديدي هون بشده بدك مهكي زوب بدك اي قبل وقت حلولي فيمتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح ده في والله قبول ناقم يعني جبوي يعني غردك صحيح يعني او قوي هي اماج قوي هي او اماج منفعتا مشتري دايا شو بان كان حيوان اعطي نفسك حيوان وفي يحتاج الى علف ان حيوان ما هيك لازمك وين بخو ابي ما هي البابا مسلموثيتا مسلموثيتا حيوان ما هيك شنو قاعد تسلم بك ملك انا تنزلت انا لازم تقبلك شو قلت ما هيك تيل بدي ابي اشرب دبشه ماني يحتاج إلى علف أو كان الوقت ياجي أو كان الوقت وقت غارة أي نهب فيخشى ضياعه يعني أوي هنك هجومي سر مالي مالي بك تم مالي ما طالان بك وقت طالانية أبي أجي دينا تسليم دكات بي برا سليم داري برا الباوان طالان بي برا الباوان طالان نبا لم يجبر على قبولي لم يجبر المسلم على قبوله نمجبور قبولك لما ذكر أجبو ما ذكر كر كولي غرب صحيحين أجبو بانشته وكذا لو كان تمرا أو لحما خرما با يا غوشت با يريد أكلهما عند المحل طريا تمرا من السمرة باردو لو كان سمرة أو لحما يا فيكية يا غوشت أما أبيا يدخوزا وقت الزمان يولا تزا تزا بيا بخو أبيا جي أنا مهكي بلتي ندكي أبيا جي نمجبورة قبولك وإلا أي وإن لم يكن له يعني المسلمي غرض صحيح في الامتناع غرضك صحيح تنبجرة يعني أماجك تنما حتى المتلس قبول ناقم نكن منفعتك ويجد تشاء فإن كان للمؤدي إجا غرض صحيح أما وين إجا سر بايعي إجا بايرة أماجك فايدك منفعتك هي أصعي في التعجيل دعجلك إنه مهك زوتر ديك مثلا كفك رهين أو ضمان يا رهينك يا ضمانك دانية بالي دبي از مالي تكيني بيني مدم تاتي وي رهينا ما بيني بدي ما اوجد فلت او شاغي اجبر المسلم على القبول او يبي مسلم ما ولا مجبور كسر القبولي يا زرارك تنابت شو ما ناصر كو زرارك تبي اسر شعبا اجاب بده كنت الزو قبول بكي من في عطا متى ده هي وكذا يجبر عليه ليساتي مجبور كرني مجرد غرد البراءة أي براءة ذمة المسلم إليه يا قبول بك مال تسليم المسلم المسلم إليه مسلم إليه يعني مسلم إليه يعني بايع خوي مال براءة ذمة طوي جبيري تبع يا مال تسليم درتي أشكره حتى بم يا دقيقة بري دقيقة غوص مال تبدمته في العزار قولي عزار ده تسي ولا مجبور كده والثاني لا يجبره لقرش أظهري قطية نا مجبور نتشما لما في تعجيل من المنتي كعجلاش بينا بليك صانكي وكام منت لذبا منت كان بني منتوي دمي أنه مجبور منتوي قبول بكام ولو تقابل غرداهما
غرضا مشتري وباي يعني منفعتها هرد يا قرشلاش مش ببه خدي من جاني من باي اوان مثلا باي كي دبيكي بشتمر في حيوارة لإيمن قبولنا يعني كاي دي برا من الرهن دايته تقاسير يعني كذا برا او مالكم كبير الرهن مالي نبقي جمع ما يتمت يتجي اي نبقي جمع او شاك تقاسلك لي كيرون او او شاك قديمة جانب المستحق مستحقي كما يؤخذ من صدر الكلام هنا يعني اوي طرف مشتريه ولا تقديم كده مستحق ابي يعني طلب حق ك يعني اوي جانب مشتريه يعني مسلمه جانب مسلمه ولا او كنا ولا ديقات كده ولا تقديم كده شو فاليش درباس بو ولو احضر في السلم في السلم الحالي المسلم فيه ولا المسلم فيه يعني ده عقد سلمة حاضر ده وين مسلم فيه وين تسليم بكن لغرض سوى البراءة جبنا أماجك بايتنا أما نمقصود يبيكوش بيستي وداري أجبل المسلم ديسا على قبوله اوه مسلم ما يعني مشتري ما ولا مجبور كرن وقبول كياو قبول كبرهارا او لغرض البراءة يجبنا كستيو استيو قدرخ باي اجبر على القبول دي سي ولا اجبر كنسى القبول او الابراء ياش تبيجي ابيا جستي ودرتي تو قبول كنا كي تزاني يا تي ابراء قبول كي يا تي قبول مالي قبول كي بلا وحيث ثبت الاجبار امبيج الاجبار ثابت بو وفأصر على الامتناع اب مشتري جو اس قبول ناقم شقو قوتن قالت قبول بك وجب اس قبول ناقم اخذه الحاكم له بدله يعني او حاكم ده بدل ويدا او بقر او مالت البومنة اوتو ميري جا قبول لك مالي ولو وجد المسلم ولو وجد المسلم المسلم اليه بعد المحلي في خير محل التسليم إجا مثلا ما قوتيت الفارقين يبدي من و تتيني لديار بكر دي من ند جيه تسليمي ده بعد المحل بكي زماني هاتيه اري ند زماني اه ند بعد المحل بكي زماني هاتيه اري زماني بي هاتيه اما ند جيه تسليم كرني ده ده اه نا تم ند محل تسليم ند محل تسليمي ده اي مكانه وبلا اجا محل ده برضه مكانه ها بفتحيه محل اي مكانه ابي محل ازغلم زمانه اجا محل اجا مكانه يعني محل هاتيه اما محلنا محل تسليم به او شغي اي مكانه المتعين بالشرط او العقد وطالبه اي مكانه المتعين بالشرط او العقد تمام يعني بالشرط يا بعقدي ما قلت له قال لفلان دريت تسليم بكي او زمان تسليميته هاتيه لمكان تسليميته تسليم ناكه ابي تشوفه وطالبه بالمسلم فيه وابي طلب ذكاء جراد بيه كاوي مسلم فيه من بدا من لم يلزم الاداء نشرط او ولود الاداء كان كان لنقله من موضع التسليم نقل شنكي أبيال ديار بدبيت ديار بكر بديمن أبيال جي قوتيا أشفارقين بينهم حياة ديار بكر مصرف دبا أبيال نشرت كل ويدل التسليم بكجرا ولا يطالب بقيمته وأبيال نقره طالبه ويبك بقيمته ويجي يعني قيمته نقله قيمته نقله شما للحينولة على الصعيد جبوا أراك يتيك قيمة أظلم هنجل يعني ولا يطلبوا في قيمته قيمة مؤنة لينه قيمة في ماليه ربني ولو وجد المسلم المسلم إليه تمام خديه مال يعني خديه فرا خديه مال بالمشكل بعد المحلي محلي زماني وي هاتيه ديجاي وي ديجي في غير محل التسليم نتجي كرمال تسليم بكيكي لم يلزم الأداء
نلازمي مسلم إليه بدأ شبه مسلم مال بدك نلازمه إن كان لنقله من موضع التسليم لنقله جيك إيه آه تسليم بك جويدا المؤنة مصرف يابا ولا يطالب بقيمته نقرا بجاء أفندم peki diye teslim ne ki efendim ökiviyeye yani masrafoviyeye bari malinin kıymeti malin şey kıymeti malin demin evyacın karabke çimali hayrulete ala sahi diye ta kıymet be kıymet cimali yurat ve engel yani mali kutayı dayini devşavi da şikite de dayini evyacın peri dame bu nam nam ez olam ka alve gudari ki malin ödeme zamanı girdikten sonra müşteri teslim yerinden uzak bir yerde satıcıyı görürse ve malı oraya götürmek masraflı ise satıcının malı orada teslim etmesi gerekli değildir. Nevsaya sahih olan kavle göre müşteri burada mal teslim edilmediği için onun bedeli ve kıymetini isteyemez ha. Ne vaki kutagu kıymeti masrafı nina kıymeti mal. Ve tamam tu mal mal dinle. Sadece ben bel kul ki. Tamam. Ve la yutalibu muslim talabana ke muslimu ileyhi. Bi kıymetihi bi kıymeti muslimu fi. Şuna nakel el hayulati. Çünkü engel heye gelen muslimu fi de geçne ba. Zaman keti, zaman keti, ara keti ya. Ara keti ne o ne ne? Çünkü engel heye gelen semufi de geçine be, beri ya da mı? Engel de geçine be, beli. Lianel i'tiyada anhu mümteni'un kema tekaddeme. Yani i'tiyad, yani de bedel wi da çıktı gitti bedi. Ha, çıktı bedi yani. Bedi de ya da bedi darbaşki, ama darbaşki mi bu? No, no be bedi. Ve sani kavli de diye yutalibuhu. Deve kara talep ki lil haylulati beyne ve beyne haqi. Çünkü evya yani engel de kevin beyne wi no beyne haqi wi. Haqi wi nadi ki ku haqi wi nadi evya kara beje haylat haqi wi nadi men de bedel wi da bi kıymeti wi çıktı bedelen. وعلى الأولي لسر قولي أول للمسلمي الفسخ ببجت مالي من هذه من فسخ بازارة ما بفسخة واسترداد رأس المالي و أنا سرمية من بري مجي بدمن كما لو انقطع المسلم فيه شوكو مسلم فيه ده زماني قدر من قطع ربيا بيع فسخ دبو بري وجريد شوي أبيج عين بصادبة وإن لم يكن لنقلي مؤنكم اگر مصرف تنه بجن اقلا و ایراجه سری و به حیات دیار بکر لازیمه و اداو و برابینه بده که برابینه بده که برابینه وی نه وی داده نه سنه پره یه توی گشه و خود تو مصرف کی بیاد بسه از اونم چیشکی مایه شما تین سری سکنه فصلون ال اقرارو اویا دسته رز مایا تین سری اقراده اقرار تین سری دینا مسئله قده از اونم و این امتنع المسلمو من قبوله هناکه إذا امتنع المسلمون إذا يا أم إين سيدا؟ أم إذا ها وإن امتنع يا وإذا امتنع المسلمون من قبوله هناك أب بجاء أزلويدري قبول ناكم أي في خير مكان التسليمي مكان التسليمي مثلا سليبا أبي الديار بكر تغوزة بديك أو مشتري جدبي الديار بكر قبول ناكم وقد احضر فيه وابي اجي انيه ويدري لم يجبر على قبوله لا مجبور ام نكر مجبور بكم ولا قالت الديار بكر قبول بك اي تشنكي بازاروان سليفايا ان كان لنقله الى مكان التسليم مهنتنا الديار بكر دي مي كيسا تربه اي اد جمراجي للسليفا لازم اجي الديار بكر من حياه سليفا اجي مصرفت كذا ستيمن مشتري لا مجبور قبول بك او كان الموضع المحضر فيه مكان يعني جي قهاتية حاضر كرن مخوفا يكي بترسى دبكو الويدري مالي من هنا تلفي
ما قول أزولان ما قول إن كان النقل إلى مكان تسليم مهنة أو كان المكان أو كان الموضع مخوفا فيه إناقية ياجي أرساق جي مال بي بتزيني وياجي بدوري بي سندني تسكي وهذا جي بسا نمجبولت نمجبولك وقبول بك وإلا عليكم السلام نا أنا هنا وإلا أي وإن لم يكن لنقلي مؤنة ولا المكان مخوفا فلا سعي إجباره ولا كان الموضوع مخوفا شما جناسيني قي... تو أنجلك تنا يعني كيف كيف قبول ناكي نابا على قبولي أبي مجبور بك غير قبول بك شما اللي تحصل براءة الزمة يجبوك أبستي بيا دليل أول خلاف مبني على الخلاف السابق في التعجيل قبل الحلول لغرض البراءة بل مدى الباسكية ما بوه زماني ويناتي أبي عجلات كذبة تسليم ذك أجبونك براءة الزمة ويتشيب بها هنك تقول براءة الزمة ويتشيب بها مجبورة قبول بك هنك أجبون نمجبورة قبول بك آل السر وي خلاف عيني أو دبرتش جيتش اللي ولو اتفق كون رأس المال السلمي على صفة المسلم فيه فاحضره اتفاق كره ولو اتفق كون رأس المال أو رأس المال ما أبي سلمي على صفة المسلم فيه عيني أوجي وقويبو ملين أبيك شيء نبو سيدا ولو اتفق كون الرأس مال السلمي رأس مال السلمي اتفقا اتفاق كرم على صفة المسلم فيه أوجي عيني وقم مسلم فيه وفأحضره وآني وجب قبوله في الأصح واجب قبول بك شو يعني هنك فيك يا سيدان لي رأس المال السلامي تمام أوجي بسر صفة المسلم فيه يعني وكيوية عيني وكوية فر دنگا وان هتشتي وان يكب يريك وفحضره مسلم إليه جاني من مالي حاضر كد وجب قبولي في الأصة وجب جرى قبول بك يعني تشوال سأسيفاتي من ويفا عملك من يا سيدة أو بتشكي وانا بشن قال يومي وان دليكي سيدا مثلا ود بيجا كان أسلمه جارية صغيرة تمام تمام عقد سلم كرب سر جاريكي بتوب في كبيرة يكام مزن تمام وفكبرت بتوب مزن بو حتى حالك وياشك ودقراء وفي صفة المشروطة تدري أقوم بتشوف بوقت عقدي هاتي قوانا بيها وفاين مجمبيها بيها تحديدها أقل فيها نقوة تقامة شو أظانبو يعني دبرنا أزولان بني بني شو أخش بوها يعني الرأس المال الرأس المال ومسلم فيه عيني تشتنا يعني مثلا أوهان بيجا ولو كان ولو اتفق كون رأس المالي ولو اتفق كون رأس المالي رأس المال مثلا جاريتي صغيرة ملك قرتيها دوش بقرتيها وتجي الجاريكا صغيرة دمتا تجي بالزفراء تاريخي ذا جاريكا ياشري أقاصر دين امدى درباس بو أبعى صغيرة كنت قرتيها كتا حالي ياشي وي أبا كبيرة قرأ ذيا بداية تمام قوي قوي فحضره وي آني بواتفنم تبتا جاري كاف قصا وأبا كمشتكا عيني هاتي وي ياشي بيا وقا يعني فيها طب لسال حيوانا لسال حيوانا لسال دبا لسال او كاش جيشان ليا دبا يعني سر جيتوان مالي أصابكم الله خيرا كسيرا